علم الرجال ذبح أحاديث المعارف والأسرار والمقامات الغيبية لمحمد وآل محمد. علم الرجال ذبح الكثير والكثير والكثير وحكم عليها بالإعدام وبعدم صحتها. من هذا التعبير يظهر أن المعترض على علم الرجال لا يعرف حقيقة علم الرجال وقيمة علم الرجال الحقيقية. علم الرجال لم يوضع لرد الروايات، بل وضع علم الرجال لدراسة حال الروايات من حيث إسنادها. ينظر في حال الراوي، هل هو ثقة أم لا؟ نتيجة البحث في علم الرجال توثيق جملة كثيرة من الرواة. فإذا نتيجة علم الرجال ليست إسقاط الروايات، بل تشييد الروايات وقبولها. مثلا سهل ابن زياد نقل أكثر من 2000 رواية. دراسة علم الرجال لا تنتهي دائما إلى إسقاط سهل بن زياد عن الحجية، بل قد تكون نتيجة البحث في علم الرجال هي إثبات حجية روايات سهل بن زياد. فما هي النتيجة إذن؟ النتيجة هي قبول جملة، ليس 2000 طبعا، لأن 2000 رواية بعضها بيننا وبين سهل بن زياد راو ليس بثقة، بين سهل بن زياد وبين المعصوم راو ليس بثقة. نتيجة البحث في علم الرجال وتصحيح جملة وافرة من روايات سهل بن زياد. فإذا نتيجة البحث في علم الرجال ليست دائما هي إسقاط الروايات عن الحجية. مثلا البحث في علم الرجال قد ينتهي إلى قبول تصحيح ابن قولويه، فإذا كانت النتيجة قبول تصحيح ابن قولويه، يعني ما جاء مثلا، نذكر بعض الكتب، كامل الزيارات، تفسير القمي، من لا يحضره الفقيه، الكافي، روايات محمد بن أبي عمير، روايات صفوان، هذه روايات كثيرة جدا. يعني مثلا الكافي كتاب يشتمل على 16,000 رواية، قد ينتهي البحث في علم الرجال إلى تصحيح الكافي. يعني ليس كل من بحث علم الرجال انتهى إلى تسقيط كتاب الكافي وأن الكافي ليس بحجة. بعض الذين بحثوا في الرجال قالوا الكافي حجة، بعض الذين بحثوا في علم الرجال صححوا مراسيل ابن أبي عمير، ليس مسانيد ابن أبي عمير، مراسيل. يعني لو قال ابن أبي عمير مثلا قال الإمام زين العابدين، أو قال الإمام الباقر عليه السلام، ابن أبي عمير لم يدرك الإمام الباقر، لم يدرك الإمام السجاد عليه السلام، مع ذلك نقبل روايته عنه. إذن نتيجة البحث في الرجال ليست دائما هي إسقاط الروايات عن الاعتبار، بل قد تكون نتيجة البحث هي قبول الروايات واعتبار الروايات. فهذا القول، يعني نفس هذا التعبير، تعبير ليس بالتعبير العلمي.